نيابة عن جلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، شارك سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، قائد الفريق الملكي للقدرة في فعاليات بطولة العالم للقدرة التي انطلقت منافساتها الساعة 1 ظهر اليوم الأربعاء بتوقيت البحرين. كما يقود سموه الفريق الملكي المشارك في هذه البطولة لمسافة 160 كيلومترا بعد أن خاض الفريق بقيادة سموه تدريبا مختصرا قبل الفحص البيطري للجياد المشاركة. قد أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن الفريق جاء من أجل تحقيق نقلة رياضية جديدة تضاف لسجل الإنجازات الرياضية الزاخرة للمملكة في بطولة العالم للقدرة والتي تستضيف ولاية كارولينا الشمالية بالولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 40 دولة من مختلف أنحاء العالم. أوضح سمو أن مثل هذه المشاركات الرياضية العالمية الضخمة تواجهها العديد من التحديات، إلا أن الخطة التي تم إعدادها للفريق ستوصل الفريق بإذن الله للأهداف المنشودة والتي منها الترويج لمملكة البحرين. قبل انطلاق السباق حث سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة فرسان الفريق على بذل أقصى ما عندهم وتحقيق الإنجاز الذي جاء من أجل الفريق الملكي، متمنيا كل التوفيق للفريق في أكبر المشاركات العالمية للقدرة. هذا ويتضمن سباق بطولة العالم للقدرة بولاية كارولينا الشمالية بالولايات المتحدة الأمريكية 5 مراحل تمتد لمسافة 160 كيلومتر، ويمثل الفريق الملكي البحريني للقدرة في هذه البطولة سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة قائد الفريق الملكي، فيما سيمثل الفريق الفارس الشيخ إبراهيم بن محمد الخليفة والفارس الشيخ محمد بن مبارك الخليفة، بالإضافة للفارس رائد محمود والفارس محمد هلال الخاطري. النتائج بكره، اليوم اعداد، عدينا كل شيء، جهزنا الخطه، شاورنا من اصغر فارس الى ما وصلنا مستوى جلاله الملك، وشاورنا بالخطه وباركها تو، والله يوفق ان شاء الله. ودائما جلاله الملك طول العمر خير وبركه، لكن التبديل اللي حصل بالنسبه للفرسان هذه رؤيتكم الاخيره؟ هذه شيء طبيعي، بدلت لاني ارتئي شيء اخر، تمشي ان شاء الله ويا الخطه اللي ابيها بكره. سمو الشيخ ناصر راح يكون كالعادة في المقدمة ومع الفرسان لتحقيق نتيجة طيبة إن شاء الله. ما أعرف، بكرة مجريات سباكي اللي تحكم إن شاء الله. سؤال بالنسبة للأمطار والتخوف من العصير وغيره، ذي شو الوضع اللي بيكون؟ إحنا وياه إن شاء الله، هو مو على الفريق الملكي البحريني بس، وعلى الجميع بنتعامل إن شاء الله ويا الوضع الحر، الجبال، القوانين الصارمة اللي حطوها، إحنا قدها إن شاء الله. وبإذن الله إذا مشت الأمور تمام ما بنرجع إن شاء الله لبميداليات. كلمة سمو الشيخ ناصر الأخيرة. بنرجع لكم ميدالية بإذن الله.